جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للتفاؤل ببعض الأماكن أو أن يتفاءل ببعض الألبسة أو ببعض السيارات، هل يصح للإنسان أن يقتفي ذلك؟ نعم، الفأل مطلوب، والفأل حسن ظن بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأنهم بساط وحسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، إنما الممنوع التشاؤم هو الممنوع. نعم.